يا صباح الخير على كل سادة المشاهدين اللي بيشوفونا. يوم جديد، نهاركم سعيد. النهاردة 1/5/2017، كل سنة وكل عمال مصر طيبين. النهاردة احنا بنحتفل معاكم بعيد العمال، وعايزة اقول لحضراتكم معظم فقراتنا، وما كانش كل فقراتنا النهاردة بنحتفل بيها بعيد العمال، ودور اتحاد العمال في حل مشاكل العمال المختلفة وتحسين أوضاعهم، وكمان بأهمية التدريب والارتقاء بالعامل المصري، واهم من ده كله بقى اهميه الانتاج، اهميه ان احنا نشتغل، عشان ده متهيألي اهم حاجه. طبعا مهم جدا ان احنا نحسن اوضاع العمال، بس مهم جدا كمان ان احنا نشتغل ونعمل بجد. انا عارفه ان في مصانع كتير جدا مقفوله، بس في نفس الوقت ان شاء الله المصانع دي تتفتح ونشتغل نعمل. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير دينا، صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل، زي ما كل مره بقعد اقول نفس الكلمتين، واتمنى ان كنتم ما تزهقوش مني من كلمه التفاؤل والامل ببكره ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين، عيد العمال، وزي ما قالت دينا النهارده عندنا فقرات متنوعه. خلي بالكم اللي نازل ورايح طريق سريع، زي ما انتم حضراتكم شايفين كده في الخلفيات كمان شويه، لما نبتدي زي ما شايف كده المخرج اهو حاطة على الشاشه في ضباب، حاله ضباب كده مش لطيفه. خلي بالكم لو في حد مسافر رايح هناك، رايح طبعا النهارده اجازه، اكيد ممكن يكون ناس عايزه تسافر تروح بره القاهره، خلي بالكم امشوا بالراحه وخلي بالكم من الطريق، وترجعوا ان شاء الله بالسلام وتقضوا اجازه سعيده النهارده، اجازه جميله خالص خالص خالص. ايوه طبعا، والشوارع فاضيه ونحتفل بقى النهارده. النهارده وانا بفتح الشباك اول ما صحيت من النوم كده، بصيت كده قدامي كده شجره لطيفه كده، ما فيش ورقه واحده بتيجي يمين او شمال. هو جو قافل شويه. ايوه بالظبط، في شويه هوا. قافل قفله غريبه الشكل. تعالوا بقى نبتدي يومنا كده ونشوف النهارده عندنا فقرات ايه. تعالوا نتناول في الفيديو القادم الفقرات اللي احنا هنقدمها لكم النهارده. الكاتب الصحفي السيد احمد سنجاب رئيس القسم السياسي بوكاله انباء الشرق الاوسط. سبل تطوير قطاع الغزل والنسيج في عيد العمال، وضيفي الاستاذ عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابه العامه للعاملين بالغزل والنسيج. قانون العمل ما له وما عليه، والضيف هو السيد هاني رمسيس المحامي. مع الاعتذار، معلش. سوري. معلش، هو اللي فات كان الاستاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال. واخيرا ايناس البطران وهي مصممه ديكور افراح. بنعتذر على الخطأ الصغنن اللطيف ده، لكن زي ما انتم شايفين ان احنا النهارده يومنا مليء بكثير من الفقرات الخاصة بالعمال وما يهم عمال مصر. زي ما انتم عارفين اكيد ان الصين هي واحدة من اهم الدول اللي في العالم، اللي هي مهمة جدا في التصنيع وبتنافس كثير من الدول الاخرى. احنا عايزين نرجع تاني نبقى بنصنع، ونحاول ان احنا بقدر الامكان ان احنا مش نصنع بس، ان احنا نصدر. هي البلاد المتقدمه دايما هي اللي بتصنع مش بتستورد. وكمان في البلاد اللي بتكتفي ذاتيا او المكتفيه ذاتيا بانتاجها. نعم، يعني نفسي ان احنا نكون كده. صحيح، نفسي ان احنا ننتج وترجع مصانعنا تشتغل ويرجع العامل المصري ليه قيمته، وقيمته كمان بتقاس بقيمه عمله وقيمه عمله بيقدمها لبلده. نعم، واحنا زي ما بنقول ان احنا بنبني مصر وبننميها، فمهم جدا زي ما بنقول دايما. انا بحب قوي المصطلح بتاع ايد بتخرب الارهاب يعني، وفي نفس الوقت ايد بتبني. فعايزين الايد اللي بتبني دي دايما تكون شغاله وبتبني وبتنتج بجد. الفكره نفسها ان احنا كمان داخلين على شهر رمضان، كل سنه وانت طيب، فطبعا شهر استهلاكي بحت.
وبعديها العيد. فبتمنى بس ان احنا يعني نراعي استهلاكنا شوية بس، ونحاول نقلل بقى من استهلاكنا، ونحاول نقلل كمان من الاستيراد اللي احنا الحاجات اللي بنستوردها. نحاول، لا هو مش لازم نحاول، احنا لازم نعمل كده. انا بس هصلح الجملة اللي انت قلتيها بس صغيرة جدا، انه ايد بتحارب الارهاب وايد بتصنع. بس انا بتكلم، بس انا كان قصدي فكره ان في ناس بتخرب بس في ناس بتبني، يعني هي دي الفكره، ده اللي انا قصدي اقوله. بس يعني غير طبعا الناس بتحارب الارهاب، لكن انا بتكلم على ان مع فكره ان في ناس بتخرب في ناس بتبني، هي دي الفكره. عموما احنا النهارده زي ما شفتوا واستعرضنا مع بعض فقراتنا كلها عن عيد العمال، كل سنه وحضراتكم طيبين. خلينا نبتدي يومنا النهارده بفقره الصحافه، وفقره الصحافه مع زميلتي دينا، ونهاركم سعيد.